اهلا يا ليلى. بابا. اهلا يا نادر. اقعد بسرعه يا بابا عشان ممكن شريف هيضرب. هيضرب ايه؟ استنى. شريف هايل. مبسوطة؟ جدا. اصلها مراهنة عليه بتذكرتين. عشان كده. قولي لي بقى. بقول لك ايه يا انكل شريف؟ نعم. المهم تستمر على كده، اوعى حمامة تفلت منك. وهي هتروح مني، انا وراها لاخر الزمن. شريف. حاضر. ورا باص. كمال. ها؟ جبت لي اللي قلت لك عليه؟ ونسيت يا ليلى. أنا إنك سيار ماهر بشكل يا أنكل شريف. البركة بباباكي. إزاي؟ أول واحد إداني نبلة في مصر. كل يوم يحكي حكاية. وبعدين يا شريف. فتح فين؟ اتفضل. محمود فين أمال؟ مش كان بيقول هيجي يتغدى معانا؟ مش عارفة يا مامي اتأخر كده ليه؟ مسكينة يا ناهد يا بنتي. خطيبك ده دايما يديلك مقالب. تخس عليك يا بابا، أنت حصلتني عليه ولا إيه؟ ربنا يسعدك يا بنتي. ميرسي يا بابا. عبد الفتاح بيه. كمال بيه سليكي. مدام كمال بيه. مدموزيل ناهد. أهلا يا أمي. اتفضل يا فندم. اتفضل. اتفضل عبد الفتاح بيه. عبد الفتاح بيه صاحب شركة سي أي بي في مصر. وعنده صفقة توريدات وعاوز يعملها مع المكتب عندنا. إيه رأيك؟ فين؟ هنا في مصر. منين؟ من باريس. باريس. اهلا وسهلا. اهلا بيك رندا. انا اذنك يا بابا. انا اتفضل يا راح. استنى. اقعد يا شريف. اوكي. ايوه يا عبد الفتاح بيه، كنا بنقول ايه؟ العمليه زي ما بيقول شريف بيه عمليه كبيره. ومحتاجه لسرعه اتفاق عشان الاسعار ما تتغيرش. و في حدود كام العمليه دي؟ حوالي 250,000. وايه اللي مطلوب مننا احنا؟ السفر لفرنسا للاتفاق على بنود العقد. دي بقى لعبتك يا ابو كمال. طبعا. نقول مبروك. 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 اهلا يا ناهد، انت فين؟ كنت مشغوله في المذاكره والامتحانات، وهي الامتحانات تمنعك انك تيجي تباركي لي على الخطوبه. انت ناسي انا باركت لك الشهر اللي فات؟ ده فات وانقضى، انا اتخطبت امبارح لعزت. واحمد سيبنا بعض. ليه؟ عقد الراجل الشرقي ظهرت عليه من اول يوم الخطوبه. خارجه ليه؟ رايحه فين؟ كلمتي مين؟ قابلتي مين؟ عقد بقى. وانت اتاكدتي ان عزت ما عندوش عقد الراجل الشرقي؟ اهي تجربه. هنخس ايه؟ ازيك يا رندا؟ هلو عزت. ازيك يا رندا؟ يلا عشان بقيتش اللي سبقك. ما تيجي معانا. يلا 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 سارة جميلة. أنا أعوذ بالله، الجدع ده دايما كشف كده واخد في نفسه ألم. إيه يا محمود أخرت كده ليه؟ يلا يلا كنت في كلية. النتيجة طلعت؟ لسه. أمال مالك زعلان ليه؟ ناهد، انا مش قلتلك ما تكلميش البنت دي؟ هي اللي كلمتني. دي بنت ماشيه على حل شعرها وما احبش انك تعرف فيها. اخص عليك يا محمود، انا عندي مناعه عشان كده بحبك. تتصور يا كمال اللي يبقى متجوز واحدة زي ليلى هانم لازم يبقى مسعد. طبعا. امال ناهد فين؟ ليلى بتدور على محمود. محمود خطيب بنتي ناهد. مطلوبين جديد. يا ريت تشرفوني بكره كلكم. انا عامل حفله كده صغيره بمناسبه عيد ميلادي، وطبعا الانسه ناهد وخطيبها لازم يكونوا موجودين. كل سنه وانت طيب. وانت طيب يا فندم. كل سنه وانت طيب. وانت طيب يا فندم. وهتكون مناسبه ان احنا ننهي العقد وبدايه التعاون بيننا وبين بعض. ان شاء الله. ان شاء الله. طب استاذن انا بقى. لا لسه بدري. معلش عندي شويه شغل. طيب مع السلامه. مع السلامه يا فندم. الله يسلمك. تشرف. على كده بقى لو تم الموضوع ده يبقى لازم اسافر باريس على اول طياره. طبعا. انت برضو مصمم على السفر كمال؟ ايوه. مش معقول كده، انتبه لي شويه، سيبك من اللي في ايدك وكلمني. افندم عاوز تقول ايه؟ انت برضو اللي هتسافر؟ امال يعني مين اللي هيسافر؟
وليه ما تبعتش شريف؟ هو مش شريكك؟ شريف صياد يعرف ازاي يصطاد الصفقات، اما الاتفاقيات والمسائل الماليه فدي من اختصاصي انا. واظن ما هتسافر وتسيبني من غير فلوس زي المره اللي فاتت. يا ستي اهي مره ونسيت، وبكره فوت على المكتب اجيب لك كل اللي انت عايزاه. مره ونسيت والنهارده الصبح ونسيت، والله انا خايفه يجي يوم وتنسى اني مراتك. ايه لازمه الكلام ده يا ليلى؟ ابدا اهي كلمه وطلعت. وانا عارفك عاوزه جنازه وتشبعي فيها لطم. ارجوك يا كمال كفايه، مفيش داعي ابدا تفور دمي. ودمي انا ملوش حساب؟ انا اللي عمال ادح ليل ونهار علشان طلباتك اللي ما بتخلصش. خلاص يا سيدي انا مش عايزه حاجه، كفايه عليك مصاريف على الناس التانيه. انت فاكر ان انا مش عارفه؟ اه قولي كده بقى، اتاريكي عماله تلف وتدوري عشان ترجع لي الحكايه القديمه دي تاني. احنا مش خلاص نسيناها؟ انا عمري ما نسيتها. لانك غاويه تعذبي نفسك. اللي يتجرح جرح ما ينساهوش ابدا. وبعدين معاك يا ليلى، كل مره نتكلم فيها لازم تقلبيها غم. انت اللي قلبتها غم من زمان. دي ما بقتش عيشه. بابا بابا يا بابا. ايوه محمود بيسال، هي العزومه على العشاء ولا على السحور؟ على العشاء طبعا. سامع يا سي محمود، على العشاء طبعا. اجهز انت واحنا هنمر عليك. معقوله انساك؟ باي باي. الله حلو قوي بدلتك يا بابا. عجبتك؟ جدا. دي من باريس. مبروك عليك. ميرسي. بابا من فضلك كنت عايزه شويه الكرافات الصغيره دي من باريس. دول بس؟ لو سمحت. ايه ده كل ده؟ معلش والنبي يا بابا، شويه فساتين وشويه فرفانات وشويه مكياجات، انت عارف بقى الصيف جاي وعايزه شويه مايوهات، وما تنساش المزيكا، وانا كاتبه لك كل الاسطوانات اهي. يا خبر ابيض، ده انت بس تقولي لي هات برج ايفل معاك. والله لو قدرت تجيبه هاته. لا بلاش برج ايفل، احسن بعدين بابا يعملها ويجيب، وحاكم هو ما يقدرش يرفض لك طلب ابدا. ربنا يخليك ليا يا بابا. الله لون فستانك حلو قوي يا ماما، عجبك؟ جدا. يجنن يا ليلى، يجنن. يا حبيبي على فكره انت عندك احلى واشيك ست في الدنيا، واحلى بنت كمان. ميرسي يا بابا. كفايه غزل بقى، ويلا ننزل لاحسن زمان محمود على نار. والله عندك حق، يلا بينا. يلا بينا. ناه استناكي؟ لا اتفضلوا انت وانا هاجي مع محمود. اوعي تتاخري. حاضر. طيب يا حبيبتي، مع السلامه. سعيد يا دادا، ازيك يا ستي؟ اهلا يا دون. اهلا 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 يا نهودة. امال فين بابا وماما؟ سبقونا على الحفلة، فين محمود؟ أنا جاهز. ناقص بس أربط الكرافات. شايفة يا طنط لسه ما ربطش الكرافات لغاية دلوقتي. اربطيها له يا روح. حاضر. تسمح لي؟ اتفضلي. حبيبي محمود، ماما تشوفنا. بحبك، أعمل إيه؟ طب يلا بينا. باي باي يا ماما. باي باي يا حبيبي. أنا هنا كده، مع السلامة يا ولاد. الله، ده أنكل شريف هنا. أهلاً 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 يا أم شريف. أهلاً. إزيك يا معلم؟ أهلاً أهلاً. الأكل طلع على لسة. أنت دايماً كده، همك على بطنك. تعالوا لما عرفتني بعبد الفتاح. تعالوا. عبد الفتاح بيه. أيوه. مدموزيل نايف. أيوه اتقابلنا في النادي. كل سنة وأنت طيب. وأنت طيب يا روحي. الباشمهندس محمود. أهلاً بيه فلان. أهلاً. تشرف تشرف. أما أنا يا محمود مطلب لك حتة مفاجأة، تعالى معايا. على إذنك. اتفضل. عبودي بيه، عبودي بيه صاحب اكبر شركه مقاولات في مصر، الباشمهندس محمود. اهلا وسهلا. لسه بدري على باشمهندس. يا راجل خلاص، فاضل كام يوم والنتيجه مضمونه والوظيفه مضمونه. مش كده عبودي بيه؟ شريف بيه بيشكر فيك قوي يا محمود، وانا احب ادعم الشركه بالافكار الجديده. انت تخصصك ايه؟
مدني. وانت شريف فين بابا وماما؟ انا عندي جنب دلوقتي. ايوه لا شريف بابا جبنا في سيره القط. ده قصدك انا ولا ناهد؟ لا ناهد خلاص عرفنا مين اللي هيتجوزها، الدور والباقي عليك انت. انا اللي بستغرب له ازاي شريف لغايه دلوقتي ما اتجوزش. يا عبد الفتاح بيه انا راجل عاقل. ايه ده؟ ايه ده؟ يعني انا مجنون اني اتجوزت؟ تعالي يا ليلى. حق عليك يا ستي، شريف بيقول ان انا مجنون اللي اتجوزتك. لا والله يا بابا انت شريف ما قالش كده. لا قال. انا بقول لو في اتنين زي ليلى لازم اتجوز التانية. ما هو مفيش اتنين، مفيش غير ليلى بس. بابا عنده حق، مفيش زي ماما في الدنيا كلها. مش نتكلم في شغل شويه ولا ايه؟ ايوه. يا طيب على اذنك. انا اتفضل. انت فين؟ اهلا يا طنط. اهلا محمود. ازيك يا طنط؟ انا عاوزك في كلمتين. عن اذنك يا طنط. اتفضل يا حبيبي. الدنيا حر جوه، كمان عاوز حلاوتي. حلاوتك ايه؟ بلاش اللي تقدم. حلاوه التعيين بتاعك. هو انت لسه اتخرجت؟ عبودي بيه خلاص عيني وهيديني ما هي 100 جنيه. يا سلام مبروك. الله يبارك فيك يا ستي. عايز ايه تاني؟ على البوسه. بوسه ايه؟ عاوز ابوسك. طب غمض عينك. ليه بقى غمض عيني؟ عشان بتكسر كده اهو. بعدين كمال يقلق. طب اصبر لحد ما يسافر، ده مسافر بكره. وبعدين معاه لا عيب 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 عيب، حد يشوفنا يوم قفشتك. مالك يا نهى؟ اصل بريت عايز ادخل جوه. نهى مالك يا نهى؟ مالك يا حبيبتي؟ مفيش حاجة. يا باشمهندس محمود، المشروع اللي اتكلمنا فيه عايز دراسة كاملة جدا، لأن الموضوع لازم يتم. لا شريف، هو هيحاول على طول. بابا. أيوه مش تبارك البابا يا نهى؟ خلاص الصفقة تمت، وهسافر بكرة الصبح وهجيب لك كل طلباتك يا حبيبتي. هو الشغل لسه ما خلصش؟ خلاص اتفقنا، مش فاضل غير كتابة العقود. عن إذنك. العقود هتتكتب إمتى؟ شريف هيكتبهم في المكتب ويبعتهم لعبد الفتاح بيمضيهم. بابا. أيوه. وهتسافر تانية كمان؟ ضروري اسافر طبعا. انا خلاص كلمت المكتب وحجزت تذكره الطياره. عال عال عال. وهتتاخر؟ يعني اسبوع او 10 ايام. ومن فضلك يا بابا انا عايز اروح. مش معقول يا حبيبتي، القعده لطيفه قوي. خليكي شايفه. ليلى تعالي معرفك مدام نظير. مالك؟ عشان نطمن على ناهي. بس الزياره دي ما تحسبش. ان شاء الله لما ارجع من السفر هنتقابل في البيت عندي. ان شاء الله. ان شاء الله. مع السلامه. الله يسلمك. مع السلامه.
ناهد. ناهد فين يا فاطمه؟ اوضتها فوق يا سيدي، اما اطلع اطمن عليها. تلاقيها نام، سيبها تستريح. طيب يلا بينا. ادي كل العروض ممضية مختومة، وان شاء الله لما ترجع تلاقيني عاملها كل الترتيبات. خلصت انت اعتمادات البنك هنا، وسيب الباقي على ربنا وعليا. خلي على الله. صباح الخير يا بابا. اهلا يا نهى. صباح الخير يا ام شريف. ها عامله ايه النهارده؟ الحمد لله. انت ايه اللي جابك؟ انت تعبانه وكان لازم تستريحي. انا كويسه. امال فين ماما؟ في العربيه تحت. انت هتسافر برضو يا بابا؟ ايه عندك اعتراض؟ بلاش يا بابا. ازاي بقى؟ ومين هيجيب لك الفساتين والاسطوانات وادوات المكياج وبرج ايفل؟ انا مش عايزه حاجه ابدا، انا مش عايزه غيرك يا بابا، ارجوك بلاش تسافر. يا بختك يا سيدي، انا لو عندي بنت زي ناهد ما سيبهاش واسافر ابدا. قول له النبي انكل شريف بلاش يسافر. خلاص يا ستي، اوعدك بعد الرحله دي مش هسافر ابدا الا وانت معايا. طب نحصلك بكره على باريس انا وماما. دي ما تبقاش رحله شغل دي بقى. كمال معاد الطياره قرب. اه صحيح، خلي بالك من مكتب شريف وجهز كل حاجه، وانا 10 ايام بالكتير وهكون في مصر. مع السلامه كمال، شد حيلك. يلا يا ناهد. اعلن شركه طيران الشرق الاوسط عن قيام رحلتها رقم 712 المتجهه الى اثينا روما فارس. شكرا. دي أول مرة بابا يسافر فيها. فاطمة هاتيلي القهوة هنا وعلبة سجاري من فوق. حاضر يا ستي. صباح الخير يا ناهد. إيه اللي صحاكي بدري كده مش عوايدك؟ بدري. فطرتي ولا لسه؟ الحمد لله. متشكره. الو؟ ايوه نص ساعة واكون عندك. طيب ماما. ايوه يا ناهد. خارجة؟ ايوه يا حبيبتي، راح للكوافير. وهترجع امتى؟ هرجع الغدا.
على فين يا نادر؟ اصلك نسيتي السجاير والولاعه. ميرسي يا حبيبتي. لا يلا بينا. على فين؟ ما انا جايه معاكي الكوافير. اللي حاوله يمكن يضايقك. يضايقني انا ليه؟ ولا بلاش احسن. وبعدين بقى معاك يا ناه. ابدا. اصلي زعلانه مع محمود. زعلانه مع محمود ليه؟ اصلي شفت واحده بتعكسه في الحفله وهو كان بيعكسها. مش متاكده وده اللي هيجنني. يبقى مفيش دليل على خيانته. دليل؟ طبعا يا حبيبتي لازم تكوني شفتيه بنفسك والا تبقي ظلمان. لازم يبقى عندك ثقه يا حبيبتي في محمود. ده انتوا مخطوبين وبكره هتتجوزوا وفوق كل ده هو بيحبك واللي بيحب عمره ما يخون. انا طول عمري يا نوال اثق فيكي ومخليكي تتمتعي باكبر قسط من الحريه ممكن لزوج انه يسمح بيه لزوجته. لكن انتي بطيشك وضعف شخصيتك اسات استعمال الحريه اللي اديتها لك. خليتي اتفه الناس تتغامز عليا وتسخر مني ومن شرفي. علشان كده قررت اني ارفض طلبك. يعني مش عايز تطلقني بعد كل اللي قلته لك؟ ايوه، لاني لو طلقتك ابقى بشجع الزنا، بكافئ الخطيئه. الخطيئه والزنا هم عايشتي معاك. انت انسانه ضاله منحله محتاجه للرساء مش للعقاب. انا حكون كريم وشهم معاكي الى ابعد حد. انا حنسى كل اللي حصل، حسامحك، حغفر لك كل ذنوبك، حساعدك على التوبة والتكفير عن سيئاتك. بس لازم تفهمي ان ده مش ضعف او عجز مني، بالعكس دي قوة ومثالية. انت مش بتغفر ولا بتسامح، انت بتنتقم. بتستغل اسمى معاني الحياة كوسيلة لابشع طرق الانتقام. انا قلت لك قراري الاخير، لكن المهم دلوقتي انك تقطعي علاقتك بالشاب ده نهائيا، ما تشوفيهوش تاني ابدا. اهلا يا انكل شريف. الله يسلمك. كويسه؟ بتفرج على التلفزيون مع ماما. خير؟ يعني هنعمل ايه؟ محدش بيشوفك. لا انا زعلانه. نتغدى مع بعض في النادي. باي باي. مين قالك اني عايزه اتغدى مع شريف؟ هنفضل قاعدين في البيت كده؟ هنتسلى. اتسلى انت، لكن انا عندي ميعاد مع الخياطه. خالد. ليه يا وصفي؟ انا ما كنتش عايزه تشوفني بشكل. هاجي معاكي للخياطه وبعدين نروح النادي. لازم اكون جنبك زي ما انت عايزه يا ماهد. انا بحبك. بلاش الخياطه ونروح النادي. طيب. اول مره اسمعها منك. مالك يا نادر؟ ها؟ ابدا، بس زهقانه شويه. طب ما تقومي تتمشي شويه انت وماما. بس ارجوكي وصي على الاكل عشان هطب من جوا. حاضر. انا اتنفخت. ما جيتيش امبارح ليه؟
مهد كانت عايزه تروح للكوافير واضطريت اوصلها، وانا كمان عملت شعري عشان كده قطعتيني 3 ساعات. اوعى تكون زعلت يا حبيبي. وازعل ليه؟ كل واحد حر في حياته. لا يا شريف انا ما اقدرش على زعلك. علشان كده ما شفتكيش من يوم ما كمان سافر. اعمل ايه؟ اصل مهد ما بتسيبنيش دقيقه واحده. يعني انا خلاص؟ لا يا حبيبي انا ماليش غيرك يا شريف. استناكي بكره. طب كنت فاكر نفسي غالي عندي. طب انت غالي عندي ورغم كده مش عايزه تقولي لي انت عملتي ليه كده في الحفله. ارجوك يا محمود. على العموم انا عرفت. عرفت ايه؟ عرفت انت مشيتي ليه. ليه؟ عشان سبتك في الحفله وقعدت اتكلم مع بابا. على فكرة انت طيب قوي. يلا بينا. حضري الفطار قبل ما اغير هدومي. حاضر يا حبيبتي. هتطبي لك الشاي يا عموره؟ لا يا جدع انا هستنى ماما لما تصحى. ماما سبقتك وفطرت من الصبح. امال هي فين؟ اخدت العربيه وخرجت. راحت فين؟ راحت الخياطه. صباح الخير يا ناهد. صباح الخير يا محمود. ناهد بركيلي، انا نجحت وجبت تقدير ممتاز. على فكره انا لازم اتصل بعمي الشيف عشان الوظيفه الجديده، ومن بكره لازم ننزل ندور على شقه. خلاص يا ناهد اخيرا هنحقق كل احلامنا. ناهد مش تقولي لي مبروك؟ أنا آسفة. مبروك يا محمود. مالك يا ناهد؟ ولا حاجة. إحنا النهاردة مستنيينكم على الغدا أنتي ومامتك. أيوة بس ماما خرجت. وهترجع إمتى؟ مش عارفة. مش مهم، على العموم لسه بدري على ميعاد الغدا. الو بابا انت فين؟ انا لسه واصل حالا. خلصت شغلي وجيت جري. اصلك وحشتيني قوي. ناهد ممكن تقولي لماما تيجي تاخدني من المطار؟ حاضر مع السلامه. هو عمي رجع من السفر؟ ايوه. الله مش مفروض يجي بعد بكره؟ محمود من فضلك تروح تجيب بابا من المطار. تحت امرك. ما تيجي معايا. لا معلش انا هدور على ماما واقول لها ان بابا جه من السفر، احسن لو جه وما لقاهاش هيتضايق قوي. مسافة السكة. ايوه يا مدام عايده انا ناهد. ماما موجوده؟ ازاي مش عندها بروفا النهارده؟ لا ابدا مفيش حاجه. مع السلامه.
ما خدتش ساعتين، لكن طلبات ماهد اخدت يومين. لكن حضرتك قلت انك هتقعد اسبوع. بيني وبينك ماهد وحشتني قوي، مش عارف هعمل ايه يا محمود لما تتجوزوا. اطمن يا عمي مش هنسيبك ابدا، هتكون دايما معانا. لا يا سيدي انا ما احبش اكون عزول ابدا. محمود ممكن نعدي على شريف اسلمه الاوراق علشان ينهي اجراءات البنك من بكره؟ تحت امرك. دي يا واحده. اتفضل يا عمي. أشوفك بكرة؟ بكرة وبعده لحد ما يجي كمال من السفر. كمال. كمال. كمال فهمي، ايه اللي حصل؟ ايه؟ بابا! بابا مات! هو اللي كان ماشي الطلب على الفطار وهوب دخل بعربيته جوه عربيتي، يبقى انا ذنبي ايه؟ بس يا جدع انت ما تكلمش لما حد يسألك. حاضر يا بيه. استاذ محمود، استاذ محمود العربية اللي عملت الحادثة باسمك هي بتاعتك؟ أيوه. طيب ليه المتوفي كان سايقها ساعة وقوع الحادث؟ أصل هو اللي طلب كده. هو متعود يسوق عربيتك؟ أيوه. أنت قلت قبل كده إنك رحت تستقبله في المطار عشان توصل البيت، لكن الحادث وقع في مكان بعيد عن طريقه من المطار للبيت، ما تعرفش كان رايح فين؟ أستاذ محمود أنا بسألك، ما تعرفش المتوفي كان رايح فين؟ ما أعرفش. Thank you.
كده. هادي كده. أحضر لك لقمة تاكلها يا محمود؟ ماليش نفس. مالك يا ابني؟ أبدا. بتفكر في ناهد. مسكينة يا ابني، الصدمة كانت جامدة عليها قوي. ضاع منها أعز إنسان. مكتوب له يا ابني؟ وأنا؟ أنا كنت معاها ساعة ما. أنت مالكش ذنب في اللي حصل. وهو البركة فيك وفي شريف. أنا متأكدة إنه هيرعاهم. ومش هيسيبهم ابدا. ده كان شريك المرحوم وصاحبه الروح بالروح. الاستاذ شريف جه يا ست ليلى. خليه اتفضل. اهلا ليلى. اهلا يا شريف. اتفضل. فنجان قهوه للاستاذ شريف. خليها شاي من فضلك. حاضر يا ست. اتفضلي يا ليلى. وهنعمل ايه دلوقتي يا شريف؟ ولا حاجة، الشركة ماشية زي ما هي، ونصيب كمال بقى من نصيبك انت وبنتك. مسكينة، الصدمة كانت كبيرة قوي عليها. كله يفوت يا ليلى. ايوه كله يفوت. على فكرة انا قلت يمكن تكوني محتاجة الفلوس، فجبت لكم حاجة من نصيبكم في الشركة. ميرسي. مالك يا شريف؟ ولا حاجة. الشاي يا سيدي. متشكرة يا فندم. أمال فين نايم؟ في أوضتها. أطلع أطمن عليها. عن إذنك. نايم. أهلا يا أنك شريف. كفايه كده يا ناهد، اللي راح خلاص ما يتعوضش، وانت عارف ان المرحوم كان اكتر من اخويا، وانت يا ناهد انت غالي قوي عندي، وعمري ما هسيبك، هفضل دايما جنبك. اهلا محمود. اهلا يا محمود. اهلا. تعال خد فنجان شاي. اتفضل يا باشمهندس، خليك معانا في الموضوع ده. يا سيدي بقالي نص ساعة بحاول اقنعهم انهم يجوا معايا باريس. ما اعتقدش ان ناهد ممكن تسافر في ظروف زي دي. بالعكس، انا شايف انه سفرها ممكن يريح اعصابك. قلت لا. محمود. معلش ده من حقه يغير عليك، ده خطيبك. على العموم ما تنساش تعدي على عبودي بيه. هو منتظرك عشان تستلم الوظيفة الجديدة. معلش أنا لقيت وظيفة تانية. ليه يا محمود؟ دي وظيفة كويسة والمهية كبيرة قوي. مفيش نصيب. على العموم شوف اللي فيه مصلحتك واعمله. عن إذنكم بقى أنا رايح المكتب. طب أنا هوصل أنكل شريف. مع السلامة يا أنكل شريف. سلام. ناهد أرجوكي الراجل ده ما يخش البيت ده تاني. ايه الكلام اللي انت بتقوله ده يا محمود؟ اللي بقوله لازم يتنفس. ليه؟ من غير ليه؟ لازم تثق فيا. من غير ما اعرف؟ من غير ما تعرف. لأول مرة يا محمود تكلمني بالطريقة دي. ناهد أرجوكي لو بتحبيني شريف ما يدخلش هنا. محمود ايه اللي انت بتقوله ده؟ انت ما تعرفش أنكل شريف بالنسبة لي ايه؟ ده زي المرحوم أبويا بالظبط. انت مخدوعة فيه، ده إنسان كذاب وغشاش. محمود أنا ما اسمحلكش تتكلم عليه بالطريقة دي. انت بتدافع عنه وهو السبب في موت ابوكي؟ في موت ابويا؟ ابوكي ما ماتش في حادثه عربيه زي ما انت فاهمه، ابوكي مات قبل ما يركب العربيه، اتقتل بايدين شريف وامك لما اكتشف خيانتهم. شريف
ناهد انا اسف. انا ناهد ناهد. ابوكي ما ماتش في حادثه عربيه زي ما انت فاهمه. ابوكي مات قبل ما يركب العربيه. ابوكي ما ماتش في حادثه عربيه. اتقتل بايدين شريف امك لما اكتشف خيانته. مات قبل ما يركب العربيه. ابوكي ما ماتش في حادثه عربيه زي ما انت فاهمه لما اكتشف خيانته. مات قبل ما يركب العربيه. ابوكي ما ماتش. اتقتل بايدين شريف امك لما اكتشف خيانته. مات قبل ما يركب العربيه. يا ريت تغير جو، تتفسح، تزور اي حد. والاسود ده ارجوكي بلاش منه. لكن يا دكتور المرحوم ما بقالوش غير 10 ايام. انا بتكلم لصالح ناهد، ولا انت عايز اجيلها نهار عصبي؟ حاضر يا دكتور. صباح الخير. اتفضل. متشكرين يا يا ليلى هانم. امضي هنا وبكره الصبح تمر عليا بدري عشان نروح سوا المحكمه. مش ممكن تعمل لك توكيل عشان تخلص الاجراءات دي بدل ما نتعب مدام ليلى معانا؟ يا ريت، ده يستحسن. عشان انت عارف يا استاذ شريف، مشاكل التركات والضرايب والروتين بياخد وقت ومجهود. يبقى بكره نبعت التوكيل بكره الصبح. مفيش مانع. ايه رايك يا ليلى؟ اللي تشوفه يا شريف. حد اتصل في التليفون قال الاستاذ محمود يتكلم يجي 10 مرات. وناهد فين امال؟ قافله على روحها الاوضه، لا اكل ولا شرب. طب روحي حضري الغدا. حاضر يا ستي. ازيك النهارده يا حبيبتي؟ شوفي ماما جابت لك ايه؟ ايه رايك في اللون ده؟ مش معقول كده يا ناهد، لازم تقلعي الاسود يا حبيبتي. مش كفايه انتي قلعتيه؟ انا عملت كده علشانك يا ناهد. مش انتي لوحدك كنت بتحبي ابوكي؟ انا كمان كنت بحبه، ده كان جوزي، عشان كده ما كانش مفروض تقلعي الاسود. ست ناهد، الباشمهندس محمود طلبت على التليفون. مش عايزه اكلم حد. دادا روحي قولي له ناهد في الحمام. حاضر. محمود مزعلك في حاجة؟ لا. أمال مش عايزة تكلميه ليه؟ مش عايزة أكلم حد وخلاص. إيه اللهجة دي يا ناهد؟ دي حياتي وأنا حرة فيها، لكن من حقي أتدخل لما أشوفك بتغلطي؟ محدش بيقدر يمنع حد من الغلط. أنا خارجة. ناهد، thank you.
ليه مش بتكلميني؟ ليه بتتهربي مني؟ انا اسف، انا عارف اني صدمتك، بس كان لازم تعرفي مش ممكن كنت اسيبك مخدوعه في الشريف اكتر من كده. نهد انا بحبك ومفيش حاجه في الدنيا هتغير شعوري عني. حتى خيانه امي؟ وانا كل لبسي سبور، ما عنديش بدل خالص. وبعدين يا نهد ما تيجي تسهري معانا يا نهد؟ ما تقول لها يا محمود تيجي معانا. اسف نهد تعبانه مش هتقدر تسهر. يلا بينا يا نهد. انتوا هتسهروا فين؟ نهد انا هسهر معاكم. يلا يلا بينا. شفت يا نهد سهرتنا حلوه ولطيفه ازاي؟ يا ما قلت لك تعالي اسهري معانا ما كنتيش بترضي. اصل الناس الكويسين كانوا بيقولوا عليكم ما عندكمش اخلاق، لما طلعوا ناس كويسين هم كمان ما عندهمش اخلاق. يعني باختصار الدنيا كلها ما فيهاش اخلاق. بصحة الاخلاق. مش هتقوم تنام يا ستي ليلى؟ اديني مستنيه نهد. هي اتاخرت كده ليه؟ الغايب حجته معاه. قومي نامي انت يا فاطمه. طب تصبحي على خير يا ستي وانت من اهله. اهلا وسهلا ليلى هان، البقيه في حياتك. ميرسي. الاستاذ شريف موجود؟ ايوه يا فندم اتفضلي. لا اطمن اطمن على الاخر، انت هترتاح جدا في التعامل معانا. دقيقه واحده يا فندم اتفضلي. يا محسن بيه اللي بيتعامل معانا مره ما يقدرش يستغنى عننا تاني ابدا. طبعا طبعا احنا تعاملنا اساسه الشرف والامانه وهو كذلك. النهارده بعد الظهر ابعت لك العود. مع السلامه. اهلا يا ليلى، ايه الفرصه اللطيفه دي؟ كنت عايز اعرف عملت ايه مع المحامي. لسه يا ستي، اهو ثلاث ايام دلوقتي المحامي يروح المحكمه ومش عارف يخلص اي حاجه. ولع لي يا شريف. حاضر. على كل حال الاجراءات ماشيه ومصيرها تخلص. انا مش عاوزك تشيلي هم اي حاجه. انا هفضل جنبك وعمري ما هسيبك. مرسي. مالك يا ليلى؟ في ايه؟ شريف انا مش عارفه اعمل ايه. تعمل ايه في ايه؟ نهد. نهد؟ مالها نهد؟ مش عارفه ايه اللي حصل لها من يوم وفاه المرحوم وهي اتغيرت خالص. ما بقتش بنتي اللي انا عارفاها. كل يوم خروج وسهر مع شله من النادي، وانا ما بقتش عارفه اكلمها يا شريف. ما بقتش قادره افهمها خالص. مش عارفه هي بتعمل فيا كده ليه. طب هدي نفسك بس يا ليلى، ما تنسيش نهد كانت قد ايه بتحب كمال. اكيد وفاته اثرت عليها. تقوم تعمل فيا كده؟ البنت هتضيع مني يا شريف. وانا ارجوك يا شريف كلمها انت. انت عارف هي بتحبك قد ايه، وانت الوحيد اللي ممكن تعقلها. حاضر. هي فين دلوقتي؟ خرجت مع شلة اياها. خلاص انا بكره اجي لكم البيت واكلمها، بس مش عاوز اشوفك متضايقه يا ليلى. متشكره قوي يا شريف، انا من غيرك ما كنتش عارفه هعمل ايه.
صباح الخير يا نهى. افندم. اقعد يا نهى، انكل شريف عايزك في كلمتين. انا زعلان منك يا نهى، كل ما باجي ما بلاقيكيش. اصلها يا سيدي دايما بره. طب معلش، ما هو لازم تفرج عن نفسها شويه. يا شريف انا مش بعترض، لكن مش مع الاولاد دول. ايوه يا انكل شريف، كنت عايز تقول ايه؟ ناهد، انا طول عمري اعرف انك انت شجاعه وعاقله، ومش ممكن الصدمه دي تغيرك بالشكل ده. امال يبقى فين ايمانك بالله؟ لازم تسمعي كلام ماما، هي ملهاش غيرك، وانتوا الاثنين محتاجين لبعض اكتر من اي وقت. انكل شريف. افندم. ممكن تعزمني على الغداء؟ على الغداء وعلى العشاء ولو حبيتي على السحور كمان. نهى، مش معقول هنفضل قاعدين ساكتين كده؟ مش عارفه اقول ايه. احنا مش خرجنا سوا عشان نتكلم وندردش؟ ممكن ما نتكلمش خالص، بس مجرد وجودك جنبي بيريحني. تعرف يا انكل شريف، انا نفسي اضحك وافرفش، نفسي اغير حياتي كلها. يا ريت يا نايل، ده اللي كان نفسي اقوله لك. ابتدي حياتك من جديد وانسي اللي فات. تفتكر ممكن انسى موت بابا؟ الموت مكتوب علينا كلنا. عندك حق، انا هموت وانت هتموت وماما هتموت والناس كلها هتموت. ايه الكلام ده يا نهد؟ انت اتغيرتي قوي. فين نهد اللي كنت اعرفها؟ نهد ماتت يوم ما مات بابا. في اوقات كتير لما بيموت انسان عزيز علينا بنفتكر انه دي نهايه الدنيا. انا عارف الاحساس ده كويس لأني مريت بيه قبل كده. ناهد، أنا هقول لك حاجة محدش يعرفها أبدا. أنا كنت متجوز في يوم من الأيام، كنت بحبها أوي، وكنت فاكر إن هي كمان بتحبني، لكن حصل ظروف موتت الحب اللي كان في قلبي. اعتبرتها ماتت، وحسيت زيك بالفراغ بالوحدة. حسيت ان انا كمان مت، لكن الزمن بيداوي كل جرح، فاخدت الدنيا لعبه واديني بخرج وبضحك وبهيص، لكن تعبت قوي عشان انساها. كانت الانسانه الوحيده اللي قلت لها بامانه اني بحبك. وما قلتهاش لحد ابدا؟ وعمري ما هقولها بعد كده. اتفضل. ده مؤاخذة يا ستي، هي الساعة كام مع حضرتك؟ الساعة 4:30. هي ستي نهد هتتأخر. نهد هتتغدى بره. طب احضر الغدا لحضرتك؟ انا ماليش نفس. امرك يا فندم. مش يلا بينا يا ناهد؟ زمان ماما مستنيه. ناهد. ياه، دي ماما خرجت وهتقعد طول اليوم بره البيت. خرجت؟ ثم انها تقلق عليا ليه؟ انا كبرت، كبرت خالص يا انكل شريف، حتى شوف بقيت طولك اهو. تعالى نتمشى. انكل شريف، تفتكر يقدر يصطاد بيها وهي مقطوعه كده؟ لازم يصطاد ولا هيموت من الجوع. بس كده ممكن السمكه تهرب منه. مساله خبره وصبر. صبر؟ طبعا، الصيد اساسه الصبر. السيد ده هواية جميلة. انت هتويها ولا ايه؟ تفتكر انفع؟ ما افتكرش،
لأن الصيد عاوز قلب جامد وعواطف ميتة، وانت مش كده يا نايم. أنا متأكد لو بصيت للفريسة وفكرت إنك هتقتليها هتصعب عليكي وهتسيبيها تعيش، ويمكن بدل ما تصيديها هي اللي تصيدك. مش يمكن أقدر أخلي الفريسة هي اللي تيجي لغاية عندي وتسلم. ميرسي يا أنكل. لا نايد أفندم. أنزل معاكي بالمرة أسلم على ماما؟ لا معلش دي زمانها نامت من بدري، أنا هقول لها إنك بتسلم عليها. تصبح على خير. تصبح على خير. باي باي. باي. يا حبيبتي اتأخرت كده ليه؟ قلقتيني عليكي ليه؟ خفت لو يكون حصل حاجة. ما تخافيش عليا، أمكن شريف واخد باله مني قوي. ورحتوا فين؟ أبدا، اتغدينا واتفسحنا وجينا. المهم انبسطتي؟ أمكن شريف دايما يبسط اللي معاه. وهو ما طلعش معاكي ليه؟ الحقيقة يا ماما أنا قلت له وهو مرضيش. تصبحي على خير. وانتي من أهله. لسه ما نمتش. اصلي خفت لا تنام قبل ما اقول لك تصبح على خير. ما تتصورش قد ايه انا كنت سعيده النهارده. يا ريت اقدر اسعدك دايما يا نهى. مش قلت لك ان وجودك جنبي بيريحني؟ يا ريت تفضل معايا على طول. اطمني انا تحت امرك. ومش هسيبك ابدا لحد ما تزهقي مني. اخصى عليك. معقول حد يزهق منك؟ نتغدى سوا بكره في النادي؟ بكره؟ مش حاضر. عندي شغل مهم في المكتب. صفقة جديدة؟ خلاص زي ما انت عايز. غصب عني يا ناهد، اوعي تزعلي مني. طب وهزعل ليه؟ اخرج مع الشلة احسن. لا يا ناهد. لا انا هجيلك النادي. طب والصفقة؟ مش مهم، هأجلها. على العموم مش هتندم. معايا هتكسب اكتر. باي باي. حضلك العشاء يا بنتي، انا اتعشيت بره. في ايه؟ هاخد الصوره اركب لها ازاز. لا مش احسن ما يفضل الازاز مشروخ كده؟ لا الشرخ ده انا اللي هصلحه. هو اللي اتكسر عمره بيتصلح يا بنتي. بس انا هعرف اصلحه. ازيكم؟ اهلا. ايه حكايه شريف ونهد يا جماعه؟ الزهر اللي فيه اعجاب. ومحمود. محمود؟ ما راحت عليه. اهلا يا نهد. اهلا بيك. اتاخرت عليك قوي. كنت هتتضايق لو ما جيتش؟ طبعا، ده انا سايب شغلي كله عشان اجي اقعد معاكي. ميرسي. ها هنعمل ايه النهارده؟ تعلمني الصيد؟ دورك انت يا ناهد. ناهد بلاش هزار. انا ما بهزرش، انا ممكن اقتلك دلوقتي حالا. ناهد اوعى تتحرك. تحب اضربك فين؟ بين عينيك؟
ولا بين شفايفك ولا في قلبك ولا في رجليك. نايت ما تهزريش بسلاح. ايه يا انكل خايف؟ خايف تموت؟ ناهد باي باي يا انكل. ايه اللي عملتيه ده يا ناهد؟ ايه؟ خفت اقتلك بصحيح؟ كان ممكن تقتليني بصحيح. مش دلوقتي، لما تعلمني انشم مظبوط. علمني بقى. فستاني الجديد. ايه انت خارجه؟ ايوه. مع الشلة اياها؟ لا. امال مع مين؟ مع اوكي شريف. ايه انت كلمتيه؟ لا ده هو اللي كلمني وعزمني النهارده على الغدا في النادي وعلمني الصيد وكمان عزمني على العشاء. ولا عندك مانع؟ لا بس قولي له يتصل بيا علشان اعرف اعمل ايه مع المحامي، اصله بقاله يومين ما كلمنيش. ما اعتقدش انه هيقدر يتصل بيكي. ليه؟ اصله مشغول قوي، عنده صفقه جديده وخايف لا تضيع منه. انا هتاخر.
نايم. احنا وصلنا يا نايم. نايم. هادي يا أنكل شريف. نايم. أشوفك بكرة؟ ضروري؟ أرجوك. بكرة الساعة 11 في النادي. باي. ناهد ماما، ايه حكاية شريف معاكي؟ انا ممكن شريف ازاي تسمحي لنفسك تسهري معاه لحد دلوقتي؟ اصله بينسيني. بينسيكي ايه؟ موت بابا، اخدني وعزمني على عشاء ورقصنا ووصلني. فيها حاجة دي؟ وهيفضل ينسيكي لحد امتى؟ لحد لما انسى. وهتنسي امتى؟ قريب. على فكره انا قلت له كتير انك عايزاه، بس يظهر انه مشغول قوي. صباح الخير. اهلا يا ليلى، اتفضلي. ازيك يا شريف؟ ايه اللي جابك؟ جيت اشوفك لما لقيتك ما بتتصلش. مشغول قوي يا ليلى، وفاة كمال دربكت الدنيا على دماغي. ما انت كنت طول عمرك مشغول، وكنت بتلاقي وقت تقابلني. ايه اللي جرى يا شريف؟ ولا حاجة يا ليلى، بس انا شايف ان مقابلتنا ممكن تسير الشكوك. وزمان ما كانتش بتسير الشكوك؟ انت خارج ولا ايه؟ لازم اوصل المكتب، عندي شغل مهم. مكتب ايه يا شريف؟ النهارده الجمعه والمكتب قافل. اصلي قلت الموظفين يجوا النهارده، زمانهم مستنيني ومش لازم اتاخر عليهم. انت اتغيرت قوي يا شريف. فين حبك؟ فين لهفتك عليا؟ كل ده خلاص نسيته؟ نسيت الإنسان اللي حبيتك وضحت علشانك بكل حاجة؟ ليلى، مفيش داعي تتهميني بالطريقة دي، أنا ما اتغيرتش. كل ما في الأمر إني مشغول شوية. لكن بتلاقي وقت تقابل فيه ناهد. ناهد؟ كل يوم خروج وفسح وسهر، هو ده الشغل؟ يا ليلى أنا بعمل اللي أنت طلبتيه مني، مش كان ده اتفقنا؟ بس مش معنى كده إنك تنساني أنا. معقول اقدر انساكي؟ بس ناهد محتاج للعطف والحنان. والعطف والحنان ده لقيته عندك؟ قصدك ايه؟ قصدي انك في يوم من الايام قدمت لي انا كمان العطف والحنان، ودلوقتي خلاص. ارجوك يا ليلى، مفيش داعي. مفيش داعي لايه؟ الو؟ ايه؟ اتاخرت ليه؟ جاي حالا، مسافة السكة. أنا هستنى كمان 10 دقايق، وما جيتش مش هتشوف وشي تاني. لا. ليلى أنا آسف جدا، لازم أمشي دلوقتي لأنهم مستنييني في المكتب. كنت بتكلم مين؟ ده سكرتير في المكتب. أنت بتكذب يا شريف. أنت كنت بتكلم واحدة ست. ليلى مش معقول كده. قول لي كنت بتكلم مين؟ قلت لك السكرتير. انت كذاب. زمان عمرك ما كذبت عليا. زمان زمان، انت عمرك ما هتنسي زمان. انا
آسف يا ليلى. صدقيني مفيش حاجة اتغيرت، انت بس اللي أعصابك تعبانة شوية. أرجوك يا ليلى. أنا آسفة يا شريف إذا كنت عطلتك. أنا آسف يا ليلى، أنا فعلا مشغول، هبقى أتصل بيكي بعدين. الو، ايوه مين؟ انا شريف يا فاطمه. نهد عندك؟ لا دي جت غيرت هدومها وخرجت. طيب مع السلامه. مين يا فاطمه؟ الاستاذ شريف بيسال على ست نهد. شريف لانك ايه؟ مش قادر استغنى عنك بعد كده، عاوزك تجوزك. افكر. الله، انت لسه صاحية؟ ايه اللي انا شفته ده؟ ايه؟ شفتي ايه؟ انتي وشريف ازاي؟ يا ريتني مت قبل ما اشوف اليوم ده. انا ما عملتش حاجه غلط. غلط وستين غلط. ازاي 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 ابوسك ازاي؟ ما حدش لي دعوه بيا. تعالي هنا كلميني قولي لي حصل ايه تاني. ما حصلش حاجه. ولا انت فاكره ان كل الناس راسي؟ شريف ده مش لازم تقابليه ابدا. ليه؟ أنا بقول كده ولازم تسمعي كلامي. أنا أمك وعارفة مصلحتك. وأنا حرة هقابله وقت ما أنا عايزة وزي ما أنا عايزة. أنا منعك بصفتك إيه؟ بصفتي أمك. لكن ده هيبقى جوزي. أنت بتقولي إيه؟ أنا هتجوز شريف وهيجي يعيش معايا هنا في بيتي. ولا عندك مانع؟ أنت وشريف؟ مش ممكن. انت اتجننتي؟ لا يا ست هانم، انا عاقله، عاقله قوي وعارفه انا بعمل ايه بالظبط. انا لا يمكن اسمح بالجوازه دي. ليه؟ لان شريف
كملي قوليها، قولي ان شريف عشيقك وانك غيرانه مني لانه رماكي وبيجري ورايا زي الكلب المسعور، زي ما انتي رميتي ابويا وجريتي وراه وحطمتي قلب ابويا ودلوقتي جا الدور عليكي. برضه هتجوزه وهجيبه هنا في البيت ده. ماما 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 لازم تفضل مستريحة في السرير ومش لازم تتحرك لمدة أسبوع على الأقل، والأدوية دي تاخدها بانتظام في موعدها. حاضر. عن إذنكم. اتفضل. أنا عارفة أنت ليه بتعملي كده، علشان تنتقمي مني لابوكي. ابوكي ما كانش الملاك اللي انت فاكراه، يا ما جرح كرامتي يا ما خاني، قسوته هي اللي خلتنا ترمي في حضن اول راجل قال لي كلمه حلوه. لو كنت غلطت مش انا السبب، هو اللي كان السبب، واديني دلوقتي بدفع الثمن. وبايد مين؟ بقيت بنتي ماهد. ابوكي خلاص وانا خلاص، المهم انتي حرام تحطمي حياتك، حرام يا ناهد. ده انا بحبك، بحبك يا بنتي. قادر استغنى عنك بعد كده، عاوزك تنام. بذل أمي وبذله زي ما ذله أبويا،
عايزه اجيبه لغايه البيت، لغايه عندها، بس مش ليها، لبنتها. وفي الاخر لما حققت كل اللي كان نفسي فيه، لقيت نفسي خسرت ابويا وامي وخسرتك يا محمود. لقيت نفسي بتعذب وبعذب كل اللي بحبه، بعذب امي اللي مش ممكن اكرهها، وفي الاخر ما بقتش عارف انا صح ولا غلط. غلط يا نهر، غلط. مين اللي ادالك الحق انك تكوني القاضي والجلاد في نفس الوقت؟ ربنا موجود، هو اللي بيعاقب وهو اللي بيسامح. واذا كانت امي غلطت فمش معنى كده ان الدنيا كلها شر. يا ريت كان بايدينا بنختار اهالينا. لا يا نهد، دي امك وانتي بتحبيها بس مطعومه فيها. تاكدي انها بتتعذب اكتر منك ومش محتاجه حد ينتقم منها، لانها بتموت كل يوم عشان بتشوف بنتها بتتعذب قدام عينها. امك محتاجه لك دلوقتي اكتر من اي وقت فات. نروح لها. يلا. ماما دادا. ايه ماما مش موجودة؟ دادا ماما راحت فين؟ خرجت. ازاي دادا تسيبيها تخرج وهي تعبانة؟ ما شفتهاش، انا قمت من النوم ما لقيتهاش. طب ما تعرفيش راحت فين؟ لا ما اعرفش. شريف ليلى، صباح الخير. ايه اللي جابك؟ عايزاك في كلمتين بس، انا ورايا شغل دلوقتي. ارجوك خمس دقايق. طب اتفضلي فوق. لا هنا كويس، اركب. ايوه يا لينا، طلبتك امبارح اكتر من مره، لكن ياسر ما كنتش موجود. ما انا قلت لك اني مشغول قوي لحد الساعه 2 بالليل. انت عاوزه ايه بالظبط؟ ابعد عن نهدي يا شريف، ارجوك يا شريف، ابوس ايدك، ابعد عن بنتي، مفيش داعي تحطم حياتها. ليلى انا هتجوزها يا ليلى. الجوازه دي لا يمكن تتم. ليه؟ انت عارف ليه؟ لكن انا بحبها يا ليلى، صدقيني بحبها. انت الانسانه الوحيده اللي حركت حاجه جوايا، حاجه كنت فاكر انها ماتت من زمان. لكن دي عارفه يا شريف، عارفه كل حاجه، برضه مصمم انك تتجوزها. ايوه. يا خساره. اطلبي من ربنا انه يسامحها. تعالي هاتي ايدي.